هذه هي الدفعة الثامنة لمديرية أوقاف الغربية 4 طن بإذن الله تبارك وتعالى، إسهاما من وزارة الأوقاف في التكافل المجتمعي لمستحقيها لمديرية أوقاف الغربية. وبإذن الله تبارك وتعالى سوف يتم توزيع تلك الكراتين واللحوم 4 طن على الإدارات الفرعية لتوزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات أهل الخير تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الثلاثاء 1/9/2020، جملة ما وصل إلينا من لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف 15 طن، النهاردة آخر كمية 4 طن. كل مندوب الإدارات المختلفة موجودين، فور استلامهم إن شاء الله بيتم التوزيع على المناطق الأكثر احتياجا. احنا بنكرر الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تبني هذا المشروع النبيل ومشروع صكوك الأضاحي. كل عام أنتم بخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت الآن إلى محافظة دمياط الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي، وهي 3 طن، ويكون الحصيلة حتى الآن 11 طنا وصلوا إلى محافظة دمياط. نشكر معالي وزير الأوقاف على ما يبذله من جهد، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم بحمد الله وتوفيقه اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020، تم تسليم مديرية أوقاف الإسماعيلية 3 أطنان اللحوم الضاجية لحوم صكوك الأضاحي، ليبلغ ما وصل إجمال مديرية أوقاف الإسماعيلية 16 طن لتوزع على الإدارات الفرعية والمساجد الكبرى، لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية. وفق الله الجميع وجعل هذا الصنيع في ميزان حسناتنا جميعا، والله ولي التوفيق. وصلي اللهم مولانا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اليوم الثلاثاء 1/9/2020، وصول لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الشرقية